وحشتيني قوي يا انجي. بس بقى يا علي بتكسف. ما تتصوريش انا اتعذبت قد ايه من غيرك. وانا كمان يا علي، وانا كمان. قضيت ايام صعبه. نسوان نسوان نسوان. نعم قصدي تعبان تعبان تعبان. وانا كمان يا علي، وانا كمان. علي شيلني. نعم شيلني يا علي. طول عمري نفسي ليلة تخلتي جوزي يشيلني. ما أنا حبيبتي شلتك من 13 سنة لما اتجوزنا خلاص. لا يا علي ما شلتنيش، أنت ساعتها قلت لي عندي اللومباجو يا إنجي. وإيه اللي اتغير؟ ما هو أنا علي واللومباجو أهو. لا بقى يا علي، أنت بتستهبل وما كانش عندك لومباجو ولا عندك لومباجو دلوقتي. خسارة في إيه يا علي؟ لا هو خسارة ليا، قصدي أنا حيلي مهدود يا إنجي. يا سلام، أمال فين العضلات اللي كنت عاملها؟ راحت فين؟ دي كانت سيليكون وفست. كده يا علي يعني مش عايز تحقق لي حلمي؟ لا حبيبتي معاش ولا كان. قوينا يا رب. يلا يا علي يلا. يا عدوي. برافو يا لولو، لف بيا بقى. نعم الف بيكي فين؟ لف بيا الاوضه. ليه؟ نفسي ادوخ في ايدك يا علي. ولا ذنبي ايه دوخيني معاكي. في ايديك اوعى تهدك بال، في ايديك اوعى وعليك صبر وطولة بال وعينيك حلوة. يا جنبي. يا ظهري. اخص عليك يا علي، ايه انت بترمي جوال بطاطس؟ معلش يا حبيبتي ما قصدتش. حصل خير يا علي، بس فين الحنية بتاعت زمان يا علي؟ فين؟ موجودة. ايه ده يا علي؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه بغير هدومي يا حبيبتي فيها ايه يعني؟ لا يا حبيبي رأي شعوري، انا بتكسف. نو لولي يا جنينة الظاهر ولا ايه؟ فاكرة نفسها عروسة بجد؟ هما الرجالة كده، طول ما الست مش في ايديهم الرومانسية تخر منهم، ولما الست تكون في ايديهم ما يخرج منهم غير القرف والجليطة. ده انا قلت لما هلبس له فستان الفرح من تاني وارجع رومانسية هيرجع رومانسي هو كمان. قالوا لي لما تدلعي هيدلعك يا انشي. اديني دلعته وغنت له، شلني ورماني كسر عظمي. يا عظمي مفيش فايدة فيك يا علي، مفيش فايدة. انجي انجي خلصتي؟ ايه يا علي معقولة لحقت وحشتك؟ استنى شوية مش كده. طب اطلعي بسرعة عشان مزنوق يا انجي. مزنوق؟ لا يا علي لسه ما غيرتش هدومي. طب اتداري في اي حتة عشان هعملها على روحي. حاضر يا علي، امسك نفسك مش عايز امسح النهاردة. خلاص يا انجي خليكي. والله لولا العيال والعشرة اللي بينا يا علي ما كنت ارجع للعيشة دي لحظة. يا مامي ده انت ناقص تشفطني بمناخيرك. يباركولي على ايه؟ يجوا يشوفوا الحفلة اللي انا فيها؟ علي فرحان باللحمية عامل حفلة بمناخيره. ده يا حبيبتي مش قلتلك نقفل الموبايل واحنا نايمين؟ برد على صحابي يا حبيبي بيباركولي. لا حول ولا قوة الا بالله.
بيباركوا لك على ايه دول كمان، خليهم يناموا بقى ربنا يشفيهم. ايه يا علي، فرحانين بيا وبيباركوا لي على الجواز، عايزيني مبسوطه. ما انا كمان بحبك يا حبيبتي وعايزك مبسوطه. تحبني ايه بس يا علي؟ بتحبني ايه وانت نايم كده وسايبني؟ انا نايم وقلبي معاك يا حبيبتي، وبعدين على فكره انا مش جاي لي نوم، يعني انا نايم صاحي. نهارك اسود يا علي، نايم صاحي كل ده ونايم صاحي؟ امال كنت نايم كنت عملت ايه؟ فيها علي ده انت مناخيرك مخرومه. انت بتتريقي ايه؟ مين فينا مناخيره مش مخرومه؟ بقول لك ايه يا علي، انا مش جاي لي نوم، احكي لي حدوته. شغل العيال ده اللي احكي لي حدوته؟ انت كنت زمان زي القطه، تحطي راسك على المخده تروحي في النوم على طول. ايوه اعمل ايه بقى يا علي، القطة تهدد منك انت وعيالك. ياه لازمته ايه النكد ده بس يا حبيبتي؟ ده النهارده ليلة دخلتنا التانية. دخلتي ايه بس يا علي؟ دخلتي ايه وانت سايبني ومديها شخير؟ اقعد معايا يا علي. فاكر يا علي، فاكر ليلة دخلتنا بجد كانت عاملة ازاي؟ فاكر يا علي، فاكر شعر العسل بتاعنا؟ ياه ما كنتش بترضى تنام غير لما نام انا الاول. علي 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 في ايه يا علي؟ انت هتفضل باصص لي كده كتير؟ مستنيكي تنامي، نفسي اشوفك وانت نايمه. اكيد شكلي خوف. قصدك اكيد ملاك، القطط لما بتنام بتبقى شبه الملايكة. ايه علي الكلام الحلو ده؟ انا حاسة ان انا بحلم. وانا حاسس ان انا في الجنة. حبيبي علي. حبيبتي انجي. انجي يا انجي يا انجي، قومي، مش كفايه نوم بقى؟ ايه يا علي في ايه؟ مش هتقومي بقى؟ لا يا علي حرام عليك، انا لحقت، سيبني انام والنبي. حرام علي انا؟ حرام عليك انت. قومي حضري لي الفطار. علي خش اقعد في اي حاجه في التلاجة. والله يا عيال اصحى قبل مراتي ومش عايزه تفطرني؟ كملها عيشه العزوبيه. خلاص هاكل اي حاجه في التلاجه وامر لله. صباحيه ايه ونيله ايه بس؟ يا شخري شخري تتريق عليا يا لطيف. صباح الفل يا لولو. صباح الفل. ايه ده، احنا هنفطر في السرير؟ هتفطري في السرير، انا بس هقعد اتفرج عليكي. يعني ايه مش هتفطر معايا؟ انت تاكلي انا اشبع. انت بقى اللي عملت الفطار ده بنفسك؟ عمايل ايديا وحياه عينيا. اول مره اعرف ان الرجاله بتعرف تدخل المطبخ. امال اسيب قطتي حبيبتي حياتي تدخل المطبخ وتبهدل ايديها في الصابون والمواعين والسكاكين؟ يعني ايه يا علي؟ امال مين اللي هيعمل لك اكلك؟ عني ما اكلت. وبعدين يا حبيبتي انا بعرف اخدم نفسي بنفسي. عارف يا علي، كل ما بعرفك اكتر بحبك اكتر. دي لسه ما عرفتنيش اصلا يا روحي. ده مين الرزل ده بقى؟ اكيد اهلنا يا علي جايين يباركولنا. طب وايه الرزاله دي؟ ده وقته. بقولك ايه، تعالي نعمل نفسنا ان احنا مش هنا. مش هنا ازاي يا علي؟ دي صباحيتنا، يعني هم عارفين اكيد ان احنا موجودين. يلا يلا قوم افتح لهم على ما اغير هدوم. طب خليني قاعد جنبك شويه. يلا يا علي دول على الباب. حاضر يا حبيبتي. يلا بسرعه. في ايديك اوعى تهد كفايه، في ايديك اوعى.